أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية. أهلا بكم. حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر، البدر أمسى مشرقا بقدومكم، والليل قد حل مضيئا يسفر. فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل، معالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادي ممثلا بالدكتور نادر حديفي، حضرة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب، حضرة الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري، حضرة رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ، مؤسسة كونراد أدنور ممثلة بالأستاذ خليل طوبية، العمداء، المدراء، الزملاء، طلابي الأعزاء، أيها الحضور الكريم. العبور إلى دولة القانون عبارة لطالما رددناها وسمعناها، حتى صراحة يأسنا، وطالما سعينا ونسعى لتطبيق هذا المفهوم كي نعيش في وئام وسلام. ولبنان ربما اليوم هو بأمس الحاجة إلى تطبيق هذا المفهوم لنصل إلى الديمقراطية الحقة ونعيش بسلام وأمان. في هذا المؤتمر الذي يجمع بين بيت المستقبل والجامعة اللبنانية، يلتقي الكبار من النخب السياسية والأكاديمية والفكرية، ورجاؤنا أن ننتهي إلى توصيات تصل إلى حيث يجب ويكون لها التأثير الذي نتمناه. رئيس جمع إلى نفسه محبة الناس وحب الوطن، ولم ينكفئ يوماً عن السعي لأجل لبنان. إنه فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل، المنبر له. صباح الخير. بدي أتوجه بالشكر العميق لرئيس الجامعة
دكتور فؤاد أيوب على رعايته هذا المؤتمر حول عبور القانون دولة القانون والمبادرة مبادرة أتأمل تكون خطوة أولية خطوة نوعية في انفتاح الجامعة على كل مراكز البحوث أكان في الداخل أو في الخارج، وهذه بعتقد من طموحات الجامعة اللبنانية ومن دورها ورسالتها، فهذه بادرة وطنية إيجابية. وباسم بيت المستقبل ومؤسسة كونراد أدنور نشكر الدكتور فؤاد عون على رعايته هذا المؤتمر ومشاركته اليوم. نتأمل تكون كما ذكرت مدخل لمزيد من التعاون بين بيت المستقبل والجامعة اللبنانية. كذلك أمر شكر لكل الأساتذة والهيئة الجامعة وكل الأصدقاء اللي عم بيشاركوا اليوم بهالمؤتمر اللي بيريدوا مؤتمر علمي يكون يدخل بتفاصيل هذا الموضوع الشائك، وبالتالي نقدر نتقدم بتوصيات مفيدة تفيد موضوع دولة القانون اللي كلنا سوا بنطمح لها واللي هي بدها ترعانا كلنا سوا. أنا أكيد شعوري لا يوصف اليوم بوجودي هون بالجامعة اللبنانية، وفي تاريخ بيني وبين الجامعة يعود إلى عقود من الزمن. تأسست الجامعة سنة 1959، ومنذ عقود من الزمن بقينا نحن على تواصل مع الجامعة، وكان تذكر منذ قبل فترة الرئاسة كان في لنا دور مباشر مع الجامعة، كان في دور في تعزيز اللامركزية، وأنشأنا ساهمت بإنشاء الفروع الثانية على كافة الأراضي اللبنانية، وكذلك الأمر تعزيز دور الجامعة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك يعني هالدور اللبناني كان له تأثير في نشر اللامركزية منذ ذاك الوقت وإنشاء الفروع للجامعة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية. وكان أول هالحدث أول عمل كان أول مبادرة كان الجامعة الفرع الكلية القانون في جل الديب، ومنذ بقى انتشرت الفروع على كامل الأراضي اللبنانية. أما المساهمة بعتبر أنا فخور فيها، لذلك أنا كثير متأثر بكون معكم اليوم بالجامعة اللبنانية، أول لقاء عم بيكون بهذا الإطار، هو إعادة إنشاء الجامعة اللبنانية صح التعبير، هو تحقيق خطوة نوعية مهمة جدا، إعادة تأسيس الجامعة بإنشاء الكليات التطبيقية، كلية الطب، كلية الطب الأسنان، الصيدلي والهندسي، اللي كان أكبر تحدي حققته خلال ولايتي، وكان نوع من إعادة تأسيس للجامعة اللبنانية بإنشاء الكليات التطبيقية. واليوم نحن فخورين ما كنا عم نحكي مع رئيس الجامعة إنه هالكليات التطبيقية اليوم أصبحت مؤسسات، أصبحت كليات كتير مهمة ليس فقط على صعيد اللبناني إنما على كل الصعود. إنشاء الكليات التطبيقية كان ثورة من جهة ثورة أكاديمية، لأن بعز أيام الحرب كان الاهتمام منصب على القطاع إنشاء الكليات التطبيقية، فعلى صعيد الأكاديمي كان خطوة كتير مفيدة كتير مهمة. أما كذلك أمر على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاجتماعي كان تأثيره كبير، لأن مثل ما بنعرف كان حكر، كانت الكليات التطبيقية كانت حكر لكليات أجنبية من جهة، والطب
العائلات اللبنانية كانت تتكبد أموال طائلة حتى إذا أولادها بدهم يدخلوا إلى هذه الكليات التطبيقية من كلية الطب وكلية الهندسة اللي كان أقساطها أقساط باهظة. فحققنا ثورة الاجتماعية حيث أنه فتحنا الكلية التطبيقية لكل الطبقات في المجتمع اللبناني، وأصبحت حياة الجامعة اللبنانية هي الجامعة بكل معنى الكلمة، جامعة كل اللبنانيين لكل اللبنانيين وفي كل لبنان ولكل القطاعات. وهذا كانت بعتقد كانت تحدي كبير، لأنه بهذيك الوقت ما كنا عم نحكي إلا سلاح، ما كنا عم نحكي إلا حرب، دمار، خراب. بعز هالمرحلة هذه أنشأنا يعني كان في الاهتمام الخاص مع رئيس الجامعة آنذاك الدكتور جورج طامي، وكان التحدي الكبير أنه ننشئ هالجامعات هالكليات كلية التطبيقية. فهذا لذلك نحن في عنا تاريخ من التعاون بين الجامعة اللبنانية، وهذا شعور لا يوصف. ونحن اليوم معكم أول اجتماع أو اللقاء بمقر الجامعة اللبنانية اللي يذكرني يذكرني بالتحدي الكبير والثورة الأكاديمية والاجتماعية اللي حققناها، واتكال اليوم على دكتور فؤاد حتى يستمر بهالثورة، ثورة من أجل الجامعة، من أجل الثقافة، من أجل الإنسان في لبنان. موضوع مؤتمرنا اليوم هو العبور إلى دولة القانون. ما راح استبق الأبحاث اللي راح تصير اليوم حول هذا الموضوع، وفي نخبة ومن أهم المفكرين والأخصائيين والمعنيين بهالقطاع هذا من وزراء سابقين ورؤساء في القضاء ومعنيين وأساتذة وأكاديميين. لذلك ما راح أدخل أنا بصلب الموضوع، هلا نترك للأعمال أعمالكم بهالنهار حتى نقدر نستخلص، نعمل بأول قراءة سريعة ونستخلص العبر ولربما بعض الأفكار اللي ممكن تفيد في العبور حياة إلى دولة القانون. على كل حال إذا نعتبر أنه دولة القانون هذا أهمنا اليوم، فبداية دولة القانون تبتدئ في المؤسسة الأم اللي هي مجلس النواب. وهون بسمح لنفسي هيك باختصار نتوقف عند المؤسسة، مؤسسة مجلس النواب. وأنا بتساءل هل مجلس النواب اليوم بخطر؟ هل هذه المؤسسة هي بخير بكل معنى الكلمة؟ أو عم بتعاني من صعوبات كبيرة ولا ربما من تهميش خطير؟ ومن خلال تهميش مؤسسة مجلس النواب منكون عم نعطل كل مسيرة العبور إلى دولة القانون. بعتقد هذا موضوع مهم جدا نبلش نتصدى له، اللي هو درس حياة دور وفعالية مجلس النواب اللي هو أم المؤسسات، هو البداية والخطوة الأولى. إذا عم بحكي عن هالموضوع لأنه حياة في خوف على هالمؤسسة. الله يساعد الرئيس بري اللي مؤتمن على كرئيس مجلس النواب انه كيف هو معاناته وطريقه وكيف مساعدته حتى نقدر ننقذ هالمؤسسه من بوجه كل الصعوبات اللي عم تتعرض لها، والصعوبات كبيره. من هنا بنعرف تماما انه مجلس النواب اليوم اللي عم يتمدد للنواب باستمرار، نعرف تماما انه في حتى خطر على وجوده على كيانه في قضية التمديد له بشكل مستمر، وكذلك امر السلطة التنفيذية اختزلت كل دور مجلس النواب. نعرف تماما انه اليوم في مطبخ خارج مجلس النواب، في حكومة مصغر، مجلس نيابي مصغر عم بياخذ محل المجلس النيابي وتطبخ كل الأوانين بره بالخارج. بعدين في إغراء مجلس النواب بأمور
خارج عن صلاحياته. مثل اليوم مثلا عم نرمي له سلسله الرتب والرواتب كانه هو اختصاصه هذا الامر، واختصاصه يدخل بالتفاصيل يدخل بالارقام، وهذا اكيد يعني نوع من اغراق مجلس النواب بنشاطات او بامور خارجه عن اطار صلاحياته او قدرته على تاديه هذا الدور. في كذلك امر يعني بعض عم نعطي بعض الامثله، بالطبع ممكن ينعمل دراسه طويله عليها، بس هذه شيء جانبي، انه عم تتخذ كل القرارات بما يسمى بانتي شامبر، يعني في جهاز غرفه معينه عم هي تطبخ القوانين وتطبخ كل هالامور هذه، وبالنهايه وكانه عم يتحول مجلس النواب الى كاتب عدل يصدق على هذه القرارات او شاهد زور على كثير من الامور اللي هو برأ منها. في كذلك الامر مثلا بياخذ انه مجلس النواب بيصوت على قوانين، مثلا ناخذ قانون الايجارات اللي هو عمل مهم جدا ذات طابع قانوني وطابع اجتماعي، ناخذ من قر قانون الايجارات، انما بنعطل هذا القانون بعدم اتخاذ قرارات المراسيم التطبيقيه. يعني بنعمل قانون لمعالجه امور المستاجرين قدامى او غير قدامى، ومنعطل الصندوق اللي هو بده يكون رديف لهذا القانون، بده يساعد الطبقه الفقيره اللي المستاجر الفقير، نمنعه من ايجاد منزل جديد او يقدر يقوي نفسه بشكل لائق. نعمل قانون بيلحظ مرسوم تطبيقي لانشاء الصندوق، ولحد اليوم ما في صندوق. في هالوقت عم بيمروا رح نحط المستاجرين برا، بذات الوقت ما عم نأمن لهم المنزل اللي من خلال صندوق الدعم. متى هذا من الأمثلة؟ في كثير من الأمثلة الثانية كذلك الأمر تجعل أنه الانتخاب مثلا، أنه الانتخاب كذلك الأمر لتجديد مجلس النواب بعدنا اليوم عم يتعسر، وكأنه عم نفتش على قانون على قياس، وهذا كمان قانون على قياس ما بنعرف وين بودي، ما بنعرف لأي حد بكون في مجلس النواب ممثل حقيقي للشعب اللبناني. فهناك حقيقة مجموعة قضايا ما رح ندخل بتفاصيلها، نترك للمؤتمر هو يدخل ببحث الأمور، بس نحن حقيقة عندنا خوف على هالمؤسسة، مؤسسة مجلس النواب، وخوف من خلال التعثر مسيرة مجلس النواب على النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان. هل يطور هذا دائم أو في خطر عليه؟ وكأنه نحن عم ننحدر بلبنان على طريقة اللويا جيرجا. تعرفوا اللويا جيرجا هي بأفغانستان الاجتماع القبائل اللي هي بتحدد مصير البلد وهي بتحدد مستقبل أفغانستان. فنحن وكأنه عم ندخل بنظام اللويا جيرجا اللي هني مجموعة قبائل اللي هي عم بتحدد مسار، عم بتحدد مستقبل البلاد، وهذا شيء بالطبع منه مستحب. فلذلك نحن هلا بمعرض المؤتمر كذلك امر بالنسبه للجامعه اللبنانيه، وفي عندنا مرحله جديده برئاسه الرئيس فؤاد اللي هي مطلوب من الجامعه اللبنانيه تواكب، اذا يعني حكينا عن مجلس النواب في تصحير، كانه تصحير للسياسه اللبنانيه، تصحير للعمل التشريعي بلبنان، فهذا كله بيجعل نتساءل على المستقبل. أما بما يتعلق بمؤتمرنا اليوم ودور الجامعة، نتمنى على الرئيس أنه في مواضيع مهمة اليوم بدنا نواكب العصر، بدنا نواكب الحداثة. مثل ما ذكرنا انشأت الجامعة سنة 59 وعملت خطوات كبيرة إلى الأمام، في الثورة الأكاديمية والاجتماعية ذكرناها بالثمانينات اللي هي إنشاء الكلية الأكاديمية، اليوم كمان مطلوب
من الجامعة اللبنانية تواكب الحداثة وتواكب العصر، ولا سيما من نقترح تعزيز الاهتمام من جهة القانون، من جهة الكليات تهتم بقضايا البترول والغاز، خاصة نحن هذا موضوع مطروح اليوم بقوة، منا محضرين أكاديميا ولا محضرين بالنسبة للشهادات لمواكبة هذا القطاع. القطاع هو متشعب على صعيد التقني الفني القانوني الاجتماعي، نحن منا حاضرين بما فيه الكفاية لنظام لمواكبة هذا القطاع. كذلك أمر كليات تهتم أكثر بالمعلوماتية اللي هي اليوم نحن عنا طاقات مهمة جدا لبنانية، وإما منروح بالعالم كليات أو بالشركات بتلاقي دائما اللبنانيين لامعين، لبنان عم بيلمع بالخارج بهالقطاعات هذه، فلماذا لا نهتم بالطاقات الموجودة المقيمة بلبنان وجامعة لبنان تكون هي المستوعب لكل هالطاقات المهمة اللي نحن اليوم بحاجة إلها، من تتعزز الكليات اللي بتهتم بالمعلوماتية وتواكب الحداثة بهذا الشكل. في كذلك الأمر ضروري تطوير الجامعة اللبنانية تكون تتفاعل أكثر. اليوم نحن أول تجربة اللي هي التعاون بين الجامعة وبيت المستقبل وكونراد أدنور، تكون في تعزيز هذا النشاط، تعزيز هذا التفاعل، هذا التكامل ما بين الجامعة اللبنانية ومراكز البحوث، لأن هذا هو اللي بيطل على المستقبل، هذا هو اللي بيلتقي مع طموحات الشباب. فهذا هو يا أخوين ما راح هذا اللي نحن بصدده اليوم. أنا حياة مطمئن لهالمبادرة اللي نحن بصددها اليوم، وكل أملنا أنه الجامعة اللبنانية جامعة كل لبنان، جامعة من كل لبنان، وجامعة على كل الأراضي اللبنانية تكون تلعب دورها بالكامل، تكون جامعة اللبنانيين، جامعة كل الطوائف، كل المكونات للشعب اللبناني، وبالتالي تكون هي المدخل والمنطلق للإصلاح السياسي الحقيقي. إذا في من تعثرات في هالمؤسسات تكون الجامعة اللبنانية هي المدخل لمساعدة فعالة لإنقاذ لبنان، وأكيد المساهمة في العبور إلى دولة القانون، وهذا بأمس نحن كنا بأمس الحاجة له، وهذا الاتكال على الرئيس فؤاد عون لتحقيق هذا. عفوا نحن لذلك اتكال على دكتور فؤاد أيوب لتحقيق هذا الأمل وهذا هذا الهدف. شكرا. من أولى من الجامعة اللبنانية بطرح ومعالجة قضايا وطنية وهي تحتضن من أهل الفكر والعلم رجال رفضوا الوطن بقدرات وإمكانات عبر تاريخها، واليوم يتولاها رئيس له من الحضور العلمي والفكري ما هو جدير بها، فها هو يجود بنفسه وبكل إمكاناته دون أن يسأل عن الجود، حفاظا على الجامعة اللبنانية ومستقبلها الزاهر. كلمة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسيادة، الحضور الكريم، يشرفنا اليوم أن تكون الجامعة اللبنانية حاضرة في مواضيع وطنية حساسة بشراكة مع بيت المستقبل لمقاربة أمور تعد في غاية الأهمية،
وفي صلب الأهداف التي تشكل عامل صغار سياسي واقتصادي واجتماعي وضمانة مستقبلية للانطلاق في ورش النهوض الداعمة لبناء الدولة الحديثة ومؤسساتها على قاعدة الاحتكام إلى القوانين. إن مصطلح دولة القانون مصطلح يحدد الأطر العامة للدولة التي بموجبها تخضع وتتقيد للنظام العام القائم على سيادة القانون، أي أن جميع سلطات الدولة قد أنيطت بها قوانين تحكم أداءها وتنظم العلاقة فيما بينها وتصون الحقوق والحريات العامة. ويكون هذا المصطلح على ثوابت ومقومات أساسية تستند إليها الدول السعية لتغليبه في سلطاتها وجعله الحكم المفصلي في إدارتها انطلاقا من احترامها للدستور وتطبيقه حتى في أبسط التشريعات الوضعية، مع احترام مبدأ الفصل السلطات الذي يعتبر العنصر الأهم في الدول الديمقراطية. كما أن الرقابة القضائية واستقلالية القضاء هما نواة الشروع للدخول في دولة القانون لدوره حد من التجاوزات التي من شأنها أن تشكل خرقا في تركيبة النظام الديمقراطي وأفساده. إن تغليب دولة القانون يعطي الدولة فرصة فرض العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، كما يشكل اطمئنانا لها ولجمهور المواطنين في اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن كل اعتبارات أخرى، ويمنح الثقة للمواطن بدولته ويجذر الشعور الحقيقي بالوطنية والولاء. إن الديمقراطية كنظام حكم يعتمد على المسؤولية الجماعية، وأن النظر إلى بناء قواعد ثابتة في مسيرة الوطن يكمن في تمتين الصلة بين المواطن والدولة والعمل على تطبيق القوانين وتعديلها بما يتلائم مصالح الوطن العليا التي على أساسها تعطى الحقوق وتفرض الواجبات. وفي هذا السياق فإن الجامعة اللبنانية دور متأصل في تعميق هذا المفهوم وفي رسالتها الأكاديمية، إن لجهة تدريس القوانين واعتماد أساتذة أكفاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، أو لجهة مراعاتها في كل أعمالها وسعيها الدائم لإقامة الندوات والحلقات البحثية والمؤتمرات القانونية التي تصب في خدمة هذا الهدف الذي نسعى إليه جميعا. لأننا نؤمن أن الأساس في العبور إلى دولة القانون هو في تعليمه وتخريج قانونيين يصونونه ويحرصون على تطبيقه. ولأجل هذه الغاية كان تعليم مادة حقوق الإنسان والحريات العامة في كل اختصاصات فروع الجامعة اللبنانية وليس فقط في كلية الحقوق. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وأن يخرج إلى توصيات تلقى الصدى الذي نتوخاه لتحقيق ما نرمي إليه في دولة القانون، شاكرا للهيئة المنظمة في بيت المستقبل والجامعة اللبنانية جهودها ودعوتها لهذا المؤتمر الذي يأتي في وقت يستوجب انعقاده. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أرحب بمعالي الوزير الشاعر والأديب رشيد درباز. أبدعتنا فأضحكتنا يا معالي الوزير في آخر لقاء.